للعام 13 على التوالي، موجودين بين اهالي مدينه تلا الشباب اللي زي الورد اللي قرروا ان هم يعملوا المبادره بتاعتهم توزيع السلطه، اكياس السلطه على المواطنين القادرين قبل غير القادرين. الناس كلها بتاخد، عشان يعني البعض بيروج او بيقول ان هي ازاي سلطة بس الغير القادرين، لا الناس كلها بتيجي تاخد، ناس حالتها المادية كويسة جدا بتيجي تاخد، ناس عايشة كمان خارج مصر بتيجي تاخد. طعم السلطة خلى الناس كلها تعتمد عليها في شهر رمضان المبارك. أجواء جميلة زي ما انتم شايفين، الشباب على مدار اليوم بالكامل بيقعدوا يجهزوا السلطة بكميات كبيرة، دي يعني جزء منها، الباقي موجود طبعا في المنازل جوه. كميات كبيرة بيتم توزيعها على المواطنين من مدينة تلا. أجواء جميلة، أجواء رمضانية مميزة، أجواء حلوة. الناس زي ما انتم شايفين كده بتيجي بالتروسيكلات تاخد نصيبها من السلطة كل يوم. زي ما حضراتكم شايفين أجواء جميلة وشباب زي الورد، وكلهم بيتفاعلوا في حب الخير، وكلهم بيشاركوا في الأعمال الخيرية. من المنظمين، أهم المنظمين للمبادرة هو أبو مكة، هيكون معانا دلوقتي هيعرفنا أكثر تفاصيل المبادرة. أهلا بيك يا غالي. أهلا بك حضرتك. يعني كلمنا عن مبادرة توزيع السلطة بتاعتكم كل سنة، طبعا احنا موجودين معاكم كل سنة وانت طيب الأول. أنت طيب حضرتك. أجواء جميلة، الناس كلها بتيجي تاخدها، مش ناس معينة. لا، كل اللي فات زي ما أنت شايف حضرتك هي بتيجي تاخدها. الحمد لله العام ال 13 بنعملها على طول أهوت، وفي إقبال شديد كل يوم الحمد لله يعني. وبرده في شباب معانا، مجموعة أنا شايف شباب زي الورد ومجموعة كبيرة كمان، يعني في ناس كمان مش متصورة وناس واقفة، يعني عدد كبير. الحمد لله يعني كلنا شباب مع بعض بادئين المبادرة بقالنا 13 سنة، بدأ بحاجات بسيطة والحمد لله كلنا إيد واحدة. دلوقتي كلنا ايد واحدة الحمد لله، وبنيجي هنا بنجهز الحاجة كلنا، وبنبدأ تقطيع وتخريط ونجهز الحاجة. من امتى بقى بتبدأوا الشغل بتاع تجهيز اليوم بتاعكم؟ حوالي الساعة 2 كده الظهر ان شاء الله. الساعة 2 الظهر على الجماعة كلهم ما بيجوا، بطلع اجهز الحاجة لهم وبوضبها وبغسلها كل يوم بقى لحد وقت المغرب. توزيع التوزيع على طول الحمد لله زي ما انت شايف حضرتك كده. طب ورينا كده، تعالى نشوف السلطة. هو ده بس الكمية اللي موجودة؟ لا، ده في كميات كبيرة اهو زي ما انت شفت. موجوده في الجراد اللي جوه. الجراد اللي جوه حضرتك انتوا بتطلعوا جراد الجرد عشان ما يحصلش لخبطه او كده، عشان ما يحصلش لخبطه حاجه ويوزع. عدد الشباب اللي بداوا المبادره معاك كانوا كام، ودلوقتي وصلوا كام، بيزيدوا ولا لا؟ يعني هو دلوقتي حضرتك هي بدات بحاجات بسيطه، كنا ثلاثه دلوقتي اللهم صل على النبي. دلوقتي يا جماعه هم بيشتغلوا بالليل، واللي بيجي الصبح مثلا بنبقى خمسه سته سبعه حسب. مش شايف اكتر من سبعه ثمانيه، اكتر من 10 كمان واقفين حوالين. كل ما بيصحى طبعا كله اكتر شغالين بالليل، فعلى كل ما بيصحى ويجي نبدا نقطع ونشتغل. يبقى العدد اكبر يعني؟ بالعدد بيبقى اكبر الحمد لله يعني. الناس، في ناس بتنتقد ده على السوشيال ميديا، يقولوا انتوا سلطه ومنايفه وجو. يا عم والله اصل هو ده طبق الرئيس على كل مائده يعني، هو الطبق الرئيسي. معلش انت لو عملت وجبات لحمه وبتاع ممكن تقدر تعملها يوم واحد، وما احنا بنبدا من اول يوم لاخر يوم، والحاجه دي كل بيت بيخش له يعني. البيت كل واحد بياخد مثلا كيس ولا كيسين بتنقيه على طول، طول السنه طول الشهر بنعمله. فبتبقى حاجه رئيسيه اصلا، دي تاكل مع اي حاجه السلطه دي. الناس واضح انها متعلقه بيها، بنشوف ناس كتير بتيجي تاخد. واضح الناس يعني بتيجي الناس بتيجي تاخدها بكميات يعني بتيجي بشكل مستمر يعني. الحمد لله ناس معروفه. احنا تقول ايه يا حاج؟ دي احلى سلطه من رمضان اللي قفل بقالنا 10 سنين. احلى سلطه؟ عادي بتيجي تاخدها كل يوم؟ يوميا على الله. طعمها حلو يعني، عشان كده بتيجي تاخدها. دوق يابا. لا ما انا هدوق بعد الفطار، هاخد بعد ولا ماشي. خد اديله احمد. الناس متفاعلة معاكم وأجواء حلوة بصراحة هنا في مدينة تلا. السنة اللي فاتت وأنا كنت معاك برضه السنة اللي فاتت وقلت لك على الموضوع ده السنة اللي فاتت. كل سنة بيعملوا السلطة والناس بتيجي برضه بأعداد كبيرة تاخدها كل يوم. يوميا على الله يا باشا. ولسه كمان لسه ناس جاية دلوقتي. الناس كل الفئات بتاخدها يعني، غني وعيل وست ومتجوزة ولسه هتتجوز كل البلد. يعني زي ما حضراتكم شايفين الاقبال. ها؟
يعني اجواء جميله بيعيشها اهالي مدينه تلا، وتوزيع السلطات وتنظيف الشوارع يعني بياخدوا وقت طويل وكميات كبيره. معانا ازيك يا استاذ عامل ايه؟ يعني كل سنه وانت طيب. برضو احد المشاركين في توزيع او في المبادره بتاعه توزيع السلطه، بتبداوا شغل من امتى فيها بقى؟ الساعه 2 يا باشا، الساعه 2 2 الظهر. اللي وراه شغلانه بيروح يقضيها، وبنتجمع بنبتدي من الساعه 2 لحد زي دلوقتي كده 4:30 5. تعملوا قد ايه بقى اكياس سلطه؟ اكياس لا ما بنعدهمش بقى، لا بركه بتاع، بس بنعمل طبقين كبار زي اللي انت شفتهم دول. مش طبقين يعني، ده توستين كبار. توستين كبار. يعني تقريبا نخش في عداه ونص، غير الخضار، غير ال عداه ونص طماطم، عداه ونص طماطم، غير الخضار، غير الشطه، غير البصل، غير الكابوتشي، غير كل حاجه والتوابل. في ناس بتنتقد المبادره وتقول يعني سلطه ومش سلطه، يجرب بس، ينزل يجربها، بس ينزل يجربها وبعد كده اشوف ينتقد براحته. لما يجربها نبقى نقبل منه انتقاد. كل سنه ما شاء الله الناس بتزيد كمان، النادي أيوة تاخد يعني، انتوا بتزودوا الكميه والناس بتزيد. كل سنه بنزود. كل سنه بنزود. ايه بتقول ايه؟ بتزود الكميه. بتزود الكميه. يعني زي ما بقول لحضراتكم اجواء جميله، اجواء احتفاليه. انت اللي بتوزع بقى، كل واحد بياخد كيس مره واحده ولا بتديهم كيسين ولا ايه؟ مره واحده بس. مره واحده؟ محدش بياخد غير مره واحده عشان يكفي الكفه. لا اعداد كتيره بتيجي. انت انا شايفك يعني الصندوق او الجردل اللي معاك فيه كميات كبيره، في كام كيس جردل ده؟ يعني في اكتر من 40 50 كيس، وفي اكتر، في جرادل كتير جوه انا شايفها. جوه في كمان محمد خالد. الناس يعني زي ما انتم شايفين، حتى الاطفال بيجوا ياخدوا لاسرهم زي ما حضراتكم شايفين في الصوره كده. الفكره اصلا في البدايه ان احنا عاملينها يعني تعتبر صدقه جاريه على روح ابهاتنا الله يرحمه. اول حاجه الحاج زغلول عبد الله برده كان ابو حماده من اول المبادرين في المشاركه بتاعتنا. باشا من اول المشاركين في المبادره بتاعتنا الاستاذ حماده وابوه الله يرحمه، كلنا هنا عشان نعمل صدقه جاريه على روحهم. ربنا يتقبل ان شاء الله. يعني زي ما حضراتكم شفتوا معانا اجواء جميله واجواء احتفاليه بيعيشها الشباب هنا على مدار اليوم بالكامل، بيقعدوا يجهزوا لي السلطه وطبق السلطه او طش السلطه، وبيتم توزيعها على المواطنين الغني قبل الفقير والناس كلها. بنشكركم مشاهدي جريده الوطن، كنا معاكم من مدينه تلا، كنت معاكم انا ابراهيم الدين.